بيكم متابعينا. احنا دلوقتي موجودين في حوش عيسى، في ارض يعني حصاد، موسم حصاد خاص الكابوتشي. طبعا هنا في محافظة البحيرة، يعني تعتبر من اولى المحافظات في زراعة خاص الكابوتشي. حبينا النهاردة ناخدكم في جولة كده لزراعة خاص الكابوتشي وموسم حصاده، وهنعرفه بالتفاصيل كل حاجة عن تصديره وطريقة زراعته وكل حاجة، من ساعة ما بيتزرع من بذرة لحد ما بيوصل للبيت أو بيتصدر برا مصر. احنا دلوقتي موجودين في الأرض. معانا بقى حضراتكم النهاردة، عايزينكم يعني تشرحوا للناس بقى عن خاص الكابوتشي، وتقولوا لنا بالتفاصيل كده ايه الدنيا. عايزاكم بقى تمسكوا كرتونة كده للناس تفرجوا للناس الخاص. صباح الخير جميع مشاهدينا من جمهورية مصر العربية. احنا نتكلم عن خاص الكابوتشي بصفة عامة، من مراحل الزراعة حتى الحصاد حتى التصدير. الخاص الكابوتشي هو زرعة صيفية وشتوية، بنزرع في جميع فصول السنة الأربعة. بنتحرك لأماكن زراعته من مكان لمكان، يعني في العروة الشتوية بيكون موجود متواجد عندنا في نطاق محافظة البحيرة، بالأخص في مركز حوش عيسى وأبو المطامير. في الموسم الصيفي بيكون موجود معانا في مركز بدر بالخصوص لجودة التربة هناك وتلاؤم الجو معاه. تمام، احنا دلوقتي بنبدأ مثلا عملية الحصاد زي ما انتم شايفين كده. الشغل ده صادر الدولة السعودية، المملكة العربية السعودية. تمام، بنعبي زي ما حضرتك شايفة كده، الكرتونة بتكون من 9 ل 10 حبايات، بتكون وزن الحباية 500 جرام تقريبا فيما فوق. تمام، بعد كده بيتم عملية الشحن للمحطة عشان ياخد دورة اسمها دورة البيركولينج، اللي هي صدمة التبريد، عشان خاطر بيدخل الحاوية معانا درجة الحرارة بتاعته نفس درجة حرارة البراد، عشان خاطر ما يحصلش صدمة للزراعة ويحصل فيها أعفان في الطريق. الرحلة بتاعته بتكون معانا، الصلاحية بتاعته من لحد 15 يوم. ده احنا بنكون ضامنين الجودة بنسبة 100%. بعد كده احنا ممكن معانا صلاحية أسبوع كمان، بس بتكون في خطورة شوية، بس الحمد لله ما حصلش معانا قبل كده. احنا عموما بنزرع الخاص الكابوتشي ده من أكتر من 25 سنة. تمام، بنتصدر في اكتر من مكان، يعني مش في سياق الدول العربيه فقط، ولكن احنا بنشتغل على السوق الاوروبي ودول شرق اسيا زي روسيا. بتاخد مننا كميات ضخمه وكميات مهوله، بس بتكون طريقه العبوه غير خالص. بتكون في باسكت بياخد 8 او 9 حبات، بتكون في كيس واحد، لانه بيدخل فارم هناك زي مثلا بيدخل سارة الكولسلو والكلام ده كله هناك، او بيدخل المطاعم، مش بيدخل الهايبرات لانه ما بيكونش في ايد المستهلك، بيكون في ايد المصنع هناك. ما احنا زي ما قلنا ان احنا الشغل ده بدايه شغله، بيتقطع الزراعه وبعد كده العامل بياخدها بيغلفها بكيس. الكيس ده اساسا معالج ضد البكتيريا والكلام ده كله. الكيس زي ما حضرتك شايفه كده مفرغ، لو حد يشوف الكيس فيه فتحات تهويه عشان خاطر اي تشبير في الكيس بيطلع مع التبريد، التبريد بيدخل له بصوره صحيحه وصوره سليمه. الكيس ده بيكون معالجه كهربائيه ضد البكتيريا، لان في طبقه بتكون العامل هو بياخد الكيس، بيكون الطبقه اللي جوه بتكون معالجه ضد البكتيريا، فالعامل بياخد الكيس بيدخله كده، فلو في اي بكتيريا مع التبريد بتموت معانا طبيعي على الورقه من بره. الكيس ده معالج عشان خاطر كده هو تكلفته عاليه شويه. بعد كده بنشحن الشغل على عربيات، بيدخل محطات، بيدخل التبريد علشان خاطر نشيل منه مشاكل الشمس اللي مسلطه عليه ده، لان درجه حراره الحبايه من جوه بتكون غير من بره، فاحنا بنحتاج نديها تبريد عشان خاطر درجه الحراره من الداخل زي من الخارج ما تدخلش البراد على درجه حراره زي البني ادم كده بالظبط.
لو دخل، لو كان في دفايه وطلع للجو الساقع بيحصل له برد، فبيحصل معاه سخونيه. نفس القصه الزراعه بيحصل معاها مش سخونيه بقى، بل بيحصل معاها اعفان. الورقه اللي بره دي بتنحرق كلها، فعشان خاطر كده احنا بندخل الزرع، بندخله صلاه تبريد الاول، وبعد كده بياخد درجه البروكولينج الصدمه بتاعته اللي هي صدمه الزيرو، تمام. وبعد كده بيسافر، بيقعد معانا 15 يوم تماما. يعني قولنا بقى انتوا وارثين مثلا زراعه الخس ده ابا عن جد، ولا هي مش وراثه، ولكن هي متطلبات السوق. احنا بنمشي ورا متطلبات السوق عموما. البذور دي بدايه كانت جايه لنا من عملاء اساسا، من ما حضرتك زي ما قلت لك ان احنا بنكتسب الشغل مع شغل، بالنسبه لنا بيجيب شغل. يعني احنا ممكن متورثين زراعه البطاطس، محصول البطاطس، فكان العملاء اللي كانوا بيجوا لنا من بره كانوا بيعرضوا علينا الشغل ده، فبالتالي هم من اكتر من 20 سنه زراعه الكابوتش. فبالتالي احنا فضلنا احنا اشتغلنا على الاصناف دي وبنطور فيها سنه عن سنه، وكنا محصورين في صنف واحد او اتنين، دلوقتي يعني عندنا اكتر من 10 15 صنف. بالنسبه على انواع الخاص الكابوتش، يعني انا عايزاك مثلا تقول لنا النوع اللي موجود دلوقتي ايه؟ النوع اللي موجود دلوقتي هو نوع بيستحمل اقصى درجات البروده، زي صنف البجبال. ده صنف بيكون هو الصنف الوحيد اللي بيكون ملائم للبروده والرطوبه والكلام ده كله. الاصناف الثانيه ما ممكن، لو مثلا زي صنف الليمور، الليمه، كلهم بيتزرعوا في ارض واحده؟ كلهم بيتزرعوا في ارض واحده، لكن الفترات الزمنيه مختلفه. عندنا انواع ثانيه برضو بنصدرها، زي الكروم بالبيرسي الابيض والاحمر. تعالى معايا هنا كده، تعالى معايا. ده كروم بتصدير بس؟ اه ده تصدير بس. سلطات، سلطات؟ اه وده الاحمر. وفي برضه الاحمر اللي هو الحاجة الارنبي، احنا حضرتك دايما بنشتغل ان احنا نرضي على ارضاء العميل بصفه عامه بصفه خاصه. احنا اهم حاجه العميل ياخد الشغل، يطلب شغل تاني، مش ان هو ياخد مننا الشغل لا وخلاص كده. لا احنا بقى يعني على مدار 25 سنه خلاص وثقوا فيكم. اه احنا اصلا مصدرين كمان، بنصدر لنفسنا. عندنا شركتنا، شركه الاميره للتصدير، وشركه تماره للتوريد، بنورده للشركات في مصر هنا، وبنصدره للدول بره برضه. عندنا ما شاء الله يعني حجم الشغل حلو. العماله بقى والاسعار مناسبه ليكوا ولا ايه الدنيا؟ والله السوق يعني شويه فوق وشويه تحت، مش ثابت. يعني الاسعار عامله ايه معاك؟ والله هي السوق حاليا في الوقت الحالي يبدا المايك معايا على احنا بالنسبه للاسعار، احنا طبعا كلها بتتمنى الاسعار تكون، كل حد بيتمنى لو الزرع عنده تكون بسعر اغلى، مش عنده بيتمناها ان هي قليله. ولكن احنا كصفه عامه هي مصدر رزق لكل الطبقات اللي شغاله فيه، بتبدا بدايه من العامل للفلاح للتاجر للمورد للمصدر. كل بالنسبه لنا كل ما السعر زاد، فكل ما كل الدايره كلها بتستفيد. يعني هنتكلم مع حضرتك ان النهارده كرتونة الخس او الباسكت ما يتعداش الواحد ونص دولار. يعني احنا يعني الكرتونه تكلفتها تقريبا 85 جنيه اقصاها، فاحنا هنتكلم في الاسعار. السعر غير راضي يعني، بس غير مرضي للفلاح، غير مرضي للفلاح والتاجر. بالنسبه لنا احنا ممكن نكون بنعبي، انت مش اي حل، ما ينفعش نوقف العميل، لكن هو عمليه عرض وطلب مش اكتر. هو كزراعة مش صعبة، ولكن بيحتاج اهتمام زي الطفل كده في البداية، بيكون محتاج اهتمام عشان خاطر الندوات والمشاكل. أي زرعة بتكون معرضة للإصابة ومعرضة للندوات بياخد برنامج تسميد معين وبياخد رش معين، ولكن هو في بعض الأوقات، لكن احنا ما بنقدروش لأنه هو مش عقد ثابت، ولكن هو بتكون أسعار عرض وطلب. ممكن نقول للناس ازرع والسوق يعمل يحصل فيه هبوط، ممكن نقول للناس ازرع السوق يحصل فيه رواج.
ف مش ما نقدرش نقول لحد ازرع او ما تزرعش، ولكن هو زرعه مش وحشه، مره فوق ومره تحت، فهو بيكون اساسا فترته قصيره، لانه احنا معانا في الصيف بيكون فترته من شهر ل 40 يوم بالكتير في التوقيت، يعني الصيف بيبقى 40 يوم اقصى 40 يوم، ممكن على الشهر كمان، وبيكون باسعار مربحه، بس مش كل الاراضي اللي ممكن يعني تزرعها. هو الموسم بتاعه تشتي، هو موسم الاساس اللي بيكون فيه التحجيم، بتكون الثمره ما بتقلش فيها عن 500 جرام، هو الموسم الشتوي. الموسم الصيفي بتكون اقصى وزن للثمره بيكون 300 جرام. تعال عمرك. احنا كنا مع حضراتكم النهارده في موسم حصاد خاص الكابوتشا، محافظة البحيرة تحديدا، مركز حوش عيسى. طبعا احنا دلوقتي في الارض نفسها.